اهلا وسهلا بالاعلامي اللبناني فاروق درزي. اهلا وسهلا، تفضل حبيبي. حياك الله. في نظريه او يعني وجهه نظر يقولون الاعلاميين القدامى ما عرفوا يماشون وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الاعلام الجديد. دائما القديمه بيبقى افضل. اشتغل بإذاعة صوت الغد، هذه تعتبر اهم اذاعه بلبنان، صوت الغد. هلا الواحد مثلي انا بلشت مع المستمعين، بالبدايه حسيت حالي ممكن يكون ثقيل. كيف يتفاعل معك وكيف انت ايضا تتعامل معه؟ بده بس كيف واحد بيكون عنده 5 اولاد، ما فيك تميز ولد عن ولد، انه لازم توازن. وشو اللي حيزع التطور اذا ضلت الاذاعه مثل ما هي؟ من اول جره بيت الاسرار، بيت الشهرة، بيت الشهرة. شو كنت تعمل في هذا البرنامج؟ اللي بدي. وشو اللي براسك؟ ما ضروري اقول لك اياه، ماني ضد غيري. كأنك جاي تستفزني بطريقة لا أحبذها. بشك انه رح نتفق، بس انت عليك تسمع. انا المدرسة تبع الاف ام عملت ضجة بوقتها جدا، ما في حدا يقدر ينكرها. هل انت مدرسة بما يكفي لتكون موضوعي؟ قلت لك وخلصنا نقطة على السطر. ما حبيت الوحدة، وحسب تربيتي مش عم بحكيك مثاليات، أنا ضد. أنت عم تحكيني ببعض الأشخاص وأنا عامل ألوف مؤلفة مع كبار النجوم، تعرف؟ لا ولا أنا. باي باي. تفضل. أهلا وسهلا فيك وفيك ببيتك. تعرف انه كل حدا وصل بالحياة في ايد طالعته، وصلته لمكان كبير. كان قاسي شوي واكلناها قتلي ومنعني، بعدين رجع مش الحال. يعني هاي ضريبة الشهرة بالبداية انقضت بقتلة الاب. انت انسان بتعيش بالواقع، يعني واقعي ولا حالم؟ انا 50% هيك 50%. يعني بتعيش باحلام اليقظة؟ مش لأنه أنا على محطة إماراتية إنه أنا عم بتوجهن. بتأمن بالروحانيات؟ للماكسيموم. أوكي. أحياناً بحس إنه أنا عايش حلم، أنا عم بحلم.